ماذا بعد البي ام بي؟ كتير من الاسئله الفتره الاخيره بتوصلنا، وعندي السيد الحمد لله اجتزت اختبار البي ام بي وحابب ان انا اكمل كمان في مجال اداره المشاريع. تنصحنا بايه؟ تنصحنا ندخل في اي شهاده؟ ما شاء الله بنشوف كل يوم والتاني ناس بتاخد الهاتريك 3 شهادات، وناس بتحصل على السوبر هاتريك 4 شهادات، واللي حصل الحمد لله معانا على 5 شهادات و6 شهادات و7 شهادات و8 شهادات كمان. طيب هل ممكن يا مهندس سيد ترتب لنا كده الشهادات مثلا من الاسهل للاصعب، او اللي هتفيدنا اكتر، او يعني تنصحنا بايه؟ طبعا يا شباب الموضوع اكيد بيعتمد على خبره كل واحد وانت ايه المجال بتاعك، بس في شهادات ان جنرال، يعني شهادات عامه تنفع لكل الناس، تمام؟ وفرصه بعد ما تجتاز اختبار البي ام بي وانت لسه العلم في دماغك تقدر تجتاز اي شهاده تانية بكل سهوله وفي اقصر وقت، لان شهاده البي ام بي انت درست فيها علوم مختلفه واريا ونولج اريا مختلفه، فبتسهل عليك جدا انك تجتاز اي اختبار تاني. اشهر شهاده بعد البي ام بي وكتير من الناس بيدخلوها هي شهاده الريسك مانجمنت الار ام بي، شهاده محترمه جدا 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 وفي غايه الاهميه، لان المخاطر في كل انواع المشاريع، المخاطر حتى في حياتنا الشخصيه، لما انت بتروح مسافر في مكان انت اصلا ده حددته ده خطر. فشهاده الار ام بي سهله كويسه، ما تاخدش منك وقت، تاخد منك مثلا 3 اسابيع ماكسيمم وتكون ان شاء الله سيرتيفايد ار ام بي. فانا انصحك تاني شهاده تكون الار ام بي. طيب ماذا بعد الار ام بي؟ خدت بي ام بي، خدت ار ام بي، طبعا ممكن تدخل بعد كده وليكن على شهاده البي بي اي بروفيشنال ان بزنس اناليسيس، شهاده تابعه للمعهد الامريكي بي ام اي ومتخصصه في موضوع البيزنس اناليسيس او في موضوع تحليل الاعمال، تمام؟ لو انت مثلا مهتم اكتر بموضوع دراسه الجدوى وايه اللي بيحصل ما قبل المشروع، البيزنس كيس والبينيفيت بلانز وهكذا والبيزنس بلان، الحاجات دي كلها مهمه جدا، وكيفيه اختيار المشاريع والبروسس كامله وايه اللي بيتعمل ديورينج البروجكت، ايه كمان اللي بيتعمل بعد المشروع، فانصحك جدا بشهاده محترمه جدا جدا وهي شهاده البي بي اي تحليل الاعمال الاحترافيه. لو انت مهتم بموضوع الجداول الزمنيه، محتاج تحترف اكتر في موضوع الجداول الزمنيه والبلاننج والتخطيط، فانصحك بشهاده الاس بي سكادولينج بروفيشنال، ايضا تابع للمعهد الامريكي لاداره المشاريع بي ام اي. لو انت عايز تتعمق اكتر في الاجايل في الاداره الرشيقه، انصحك بشهاده الاي سي بي الاجايل سيرتيفايد براكتيشنر، شهاده محترمه جدا تدرس فيها اكتر من كمان اللي انت درسته في شهاده البي ام بي. طبعا في البي ام بي درست اجايل ولكن مش بتوسع قوي، فاي حد مهتم ان هو يدخل في مجال اكتر، مجال عملك مثلا في الاي تي في السوفت وير، او مش لازم يكون اي تي، نوع مشاريعك بيكون معقد شويه محتاج تعديلات كتيره، فانصحك جدا بشهاده الاي سي بي. لو انت مدير كبير وعندك خبره كبيره اكتر من 8 سنين وبتدير مشاريع ريليتد ببعضها، انصحك بشهاده البروجرام مانجمنت بروفيشنال البي جي ام بي، شهاده محترمه، شهاده كبيره ومش كتير حاصل عليها في العالم، تمام؟ فمحتاجه خبره 8 سنين، تمام؟ ولو انت بتدير مشاريع مرتبطه ببعضها وبتحقق بنفيتس وعايز عليها كنترول افضل وتعرف تدير البرنامج ازاي، انصحك جدا بشهاده البي جي ام بي. لو انت مدير اكبر بقى ومدير كبير وبتهتم بموضوع الاهداف الاستراتيجيه وازاي ان انت تسلكت افضل مشاريع عشان تحقق للشركه بتاعتك الهدف الاستراتيجي بتاعها، فانصحك بشهاده البي في ام بي بورتفوليو مانجمنت بروفيشنال. انت مدير محفظه بتدير برامج، تحت منك برامج مشاريع اوبريشنز، وعينيك دايما على الهدف الاستراتيجي. طيب ايه تاني يا مهندس سيد؟ في عندك شهاده الكاب ام، لو انت لسه حديث تخرج ما عندكش خبره، لسه متخرج جديد ما عندكش خبره خالص، فانصحك بشهاده الكاب ام سي اي بي ام سيرتيفايد اسوشيت ان بروجكت مانجمنت البي ام اي، خصص الشهاده دي للناس اللي هم لسه ما عندهمش اي خبره خالص، محتاج تدخل سوق العمل بكل قوه
وعندك النوليدج، عندك المعرفة الصحيحة في إدارة المشاريع. هتتعرف على منهجيات الإدارة المختلفة والأبروتشز المختلفة، تدرس الوترفول الطريقة التقليدية والأجايل الطريقة الرشيقة في إدارة المشاريع، وكمان البيزنس أناليسز تحليل الأعمال. كمان شهادة محترمة جدا هتعرف فيها أساسيات ومبادئ إدارة المشاريع. أيضا من الشهادات المحترمة جدا جدا شهادة P3O. لو طلعنا بقى برا معهد PMI وحبينا نشوف معهد آخر بيقدم شهادة محترمة جدا، وهي شهادة P3O Portfolio Program Project Offices، مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع. هي أقوى شهادة في العالم في مجالها، مجال PMO. لو أنت شغال في PMO مكتب إدارة المشروع أو PMO، طبعا هي اختصار P3O P3P اللي هم Portfolio Program Project، بتتعرف على وظائف وخدمات وأدوار المكتب في كل الليفلز، سواء مكتب إدارة المشروع أو مكتب إدارة البرنامج أو مكتب إدارة المحفظة. هي شهادة رقم واحد في العالم، تابعة لأكسلوس البريطاني. تمام كده، خرجنا خلاص برا PMI الأمريكي ورحنا لمعهد آخر، نغير بقى المايند شوية ونغير الكونسبت بتاعهم. شهادة محترمة سهلة بسيطة وما تاخدش منك وقت. طيب لو جينا نصنفهم كده من الأسهل في الدراسة وأقصر كوقت، طبعا شهادة RMB. تمام، طبعا هي تاخدها بعد PMB، تاخد منك ممكن 3 أسابيع. شهادة P3O تاخد منك حوالي 2-3 أسابيع برضو. شهادة ACB أيضا تاخد منك حوالي 3 أسابيع لشهر. شهادة PPA أيضا تاخد منك حوالي شهر أو شهر ونص مثلا. وشهادة SP برضو حوالي شهر. شهادة BGMP وشهادة BFMP أيضا كل واحدة منهم تاخد معاك شهر أو شهر وشوي. وطبعا ده بيعتمد على هتذاكر كام ساعة في اليوم. وعندنا في BM Tricks كل شهادة ليها خطتها، ولله الحمد احنا اول مركز في الوطن العربي نقدم كل الشهادات الاحترافيه. الحمد لله عندنا كورس لكل شهاده، باكج كامل فيه الفيديوهات، فيه الاسئله، فيه الملفات، ليه جروب الواتساب الخاص بي للمتابعه، بنتابعك حتى النجاح. تمام، والحمد لله معانا نجاحات يوميه في جميع الشهادات، في 9 شهادات الاحترافيه دول. وطبعا ده بفضل طبعا ربنا، والحمد لله بنقدم كل ما لدينا من خبرات كبيرة عشان نخلي الناس تنجح من أول مرة. والموضوع يا شباب مش تجميع شهادات. حلو إنك تاخد شهادة، حلو إنك تضيف value، طبعا الشهادة يعني value knowledge جديدة ليك، بس برضو لازم تبدأ تفكر إن أنت تطبق عملي، تبدأ تطبق. أنا مش بقولك طبق كل شيء، طبق حسب مشروعك، شوف مشروعك عايز ايه. تمام، حسب احتياج مشروعك طبق اي حاجة. الريسك مانجمنت، اعمل سجل مخاطر المشروع، كوميونيكيشن بلان. تمام، طبعا الكلام ده كله موجود على كل الليفلز، في ريسك ريجستر على ليفل المشروع، على ليفل البرنامج، على ليفل المحفظة، نفس الكلام للكوميونيكيشن، كل شيء موجود في الليفل بتاعه. تمام، فابدأ طبق، ابدأ حسن من يعني المكان اللي انت فيه، هتلاقي الموضوع ممتع جدا وتبدأ تشتغل بشكل احترافي. تمام، فهو ده الأصل في الموضوع، انك تدمج الخبرة بالنوليدج. تمام، اقدر ان انا استفيد وافهم بسرعة، واقدر كمان ان انا اطبق على ارض الواقع. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.